مرحبا جميعا، معكم حسن كنج من كودر فويس صوت المبرمج، وبهذا الفيديو بدنا نحكي عن السبريد اوبريتر او السبريد سينتاكس بجافا سكريبت. فاذا بهذا الفيديو بدنا نحكي عن السبريد سينتاكس او السبريد اوبريتر يلي ممكن تريحنا بمطارح معينه بالشغل وتسهل علينا شغلنا بجافا سكريبت. فاذا حتى اوضح الفكره رح بلش من خلال اكزامبل لفانكشن. هاي الفانكشن اسمها sum، وبكل بساطة يلي رح تعمله بتستقبل 3 parameters يلي هن x, y, z، وكل يلي بتعمله انه بتجمع هول 3 parameters وبترجع لي الريزلت. يعني انا هون رح حط return x plus y plus z، شي بسيط جدا لهلا. لنفترض كمان انه في عنا array رح سميها numbers. هيدا الarray في بقلبها 3 values يلي هن 1, 2, 3. هلأ لنعتبر انه انا هول 3 elements الموجودين بهيدي الاري اللي هي numbers بدي اجمعهم ورجع الريزلت. هلأ اذا بتلاحظوا هيدي sum function ما بتاخد array، numbers هي عبارة عن array. صحيح بقلبها 3 elements، بس هول 3 elements موجودين بقلب array، بينما sum function بتاخد 3 parameters مفصولين عن بعض. فانا هون في استعمل spread syntax. spread syntax ليكو شو بتخلونا اعمل. اذا بحط هون مثلا let total equal sum، وبستعمل spread operator يلي هو ببساطة بحط 3 نقط وبرجع بحط هون الاسم تبع الاري. هيدي شو معناتها؟ هيدي مثل كأنه أنا عملت spread أو نشرت هول الثلاثة elements، صاروا كل element لحال. يعني لما أنا حط numbers مثل كأنه كتبت بهيدي الحالة، بما أنه عندي ثلاثة elements كأنه كتبت 1 وفي كما 2 كما و 3، مثل كأنه أنا كتبت هيك. وأكيد إذا في 4 هاي الحالة بتصير كأنه صاروا هيك. فإذا هيدا اللي صار عنا بهيدا الحالة. هلأ إذا منجرد نطبع total على السكرين، إذا منحط هون console.log total نعمل save، مثل ما شايفين طلع عنا الجواب يلي هو 6 أو الرقم 6. حتى فرجيكم كيف كل element بعد كباراميتر لحاله، رح هون احط console.log، احط مثلا x، هون رح احط y، هون رح احط z. هلا اذا بعمل save فهون ال x هي 1، الواي هي 2، والزد هي 3. فإذا بعت لي هول الالمنتس كباراميترز كل باراميتر لحاله. طيب السبريد سينتاكس كمان بتساعدني اعمل اشياء اكثر من هيك. في انا مثلا اجمع 2 اريز مع بعض باستخدام السبريد اوبريتور بدون ما اضطر استعمل فانكشن معينه. يعني مثلا اذا انا عندي let numbers 1 فيها 1 2 3، اذا عندي numbers 2 فيها مثلا 4 5 6. هلا اذا عندي let numbers 3 مثلا اللي هي array جديدة عم بعملها، خلينا نعتبر هي بدها تكون بقلبها numbers 1 ال elements يلي موجودين هون، يعني كأنه انا كتبت 1 2 3، بالاضافة لل elements الموجودين بال numbers 2. فانا في بكل بساطة استعمل spread syntax، بحط هون numbers 1، يعني هون انا كأنه كتبت 1 كما 2 كما 3، وبرجع هون بحط numbers 2. وحتى هون في كمل واكتب elements اكتر، يعني هون في ارجع حط 7 8 9 مثلا. هلا اذا بحط console.log numbers 3، مثل ما شايفين الاري الجديد اللي هي numbers 3 في بقلبها 1 2 3 اللي هن numbers 1 4 5 6 اللي هن numbers 2، وهول الثلاث ارقام يلي انا زدتهم اللي هن 7 8 و9. وعلى فكرة مثلا انا فيي هون ارجع مرة تانية استعمل spread syntax وارجع احط numbers 1 مثلا، ففيي اكتبهم كمان مرتين. هلا اذا بنعمل save مثل ما شايفين ما فيها اي مشكلة. هل spread syntax فينا نستعملها بس على arrays؟ لا، فينا نستعملها كمان على objects. رح نشوف هلا مثال تاني كيف فينا نستعمل spread operator على objects. طيب لنعتبر عنا object مثلا اسمه info. هذا الobject لنقول في بقلبه name
اعتبر حسن last name كنج، لنقول channel coder voice. هلا اذا انا بدي اعمل object تاني رح سميه info2. انا بدي الانفو 2 يكون عبارة عن هيدا الاوبجكت زائد مثلا value تاني رح يكون في بقلب الكونتري او البلد. فانا كمان في استعمل spread operator، فلنعتبر انه هيدا الاوبجكت بستعمل spread syntax. بكل بساطة بحط info، فاذا انا هون لما حطيت هيدا الشيء مثل كأنه كتبت name واللاست نيم والتشانل بهيدي الطريقة هون، وبرجع بزيد عليهم لنقول الكونتري وبحط لبنان. هلا اذا بحط console.log بحط info2 بعمل سيف، مثل ما شايفين الاوبجكت الجديد اللي هو الانفو 2 صار في بقلبه حسن كانج كودر فويس للشانل والكونتري لبنان. واكيد انا كمان فيي اجمع اثنين اوبجكتس او اكثر مع بعض، يعني انا فيي مثلا حط let info2 هي عبارة عن city، مثلا حط بيروت، في له let info3 equal، بستعمل هون spread syntax بحط انه info، برجع بحط comma بحط spread syntax بستعملها مرة تانية وبحط info2. هلا اذا بحط console.log info3 نعمل save، مثل ما شايفين كمان مش الحال بهيدي الطريقة. هلا كمان هيك شغلة صغيرة فيكن تعملوها، نحن هون عنا object يلي هو الانفو في بقلبه name و last name و channel. طيب انا بدي اعمل object جديد يلي هو اسمه info2، بدي يكون نفس هيدا الاوبجكت، بس يلي بدي اعمله انه محل النيم ما يكون حسن، لنقول بدي حطه test 1 2 3. فاذا فينا نعمل هيدا الشيء، في حط let info2 equal، بستعمل spread syntax بحط هون info، برجع بكل بساطة بحط هون name وبغير الفاليو بحطها test 1 2 3، فالفاليو الجديدة رح تكون هيدي الفاليو. هلا إذا بحط console.log بحط هون info2 بعمل save، مثل ما شايفين هون صار عندي name test 1 2 3 محل حسن، والفاليوز الثانية بعدها مثل ما هي. وهون في عنا الدوكيومنتيشن تبع السبريد سينتاكس من MDN ويب دوكس، بالاخر فيكم تشوفوا الكومباتيبلتي مع البراوزرز، اكيد اللينك كمان رح يكون بالدسكربشن. فاذا هذا اللي حبيت اقوله بهذا الفيديو، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك، هذا الشيء بيساعد للشانل، واذا ما عاملين سبسكرايب لليوتيوب شانل وحابين تحضروا او تتابعوا محتوى مثل هذا المحتوى يلي عم بعطيه، فكمان فيكم تعملوا سبسكرايب، لينك رح يكون موجود بالدسكربشن، ويعطيكم الف عافيه.